أرى العلم في صحف الكائنات ضياءً، وأسفاره أنجماً ينال المراد به سالك، ويعلو السهاماً إليه انتمى، ولا شيء من مكرمات الوجود سواه يدوم فما أعظما. كيف أخوض هذا البحر ولا أغرق فيه؟ سؤال ألح علي وأنا أطالع مدونة الشاعر الفذ الملقب بأمير البيان. كيف أقتطف منه ما يكفي مقالتي دون أن أظلم مسيرته وأنقص من عليائه؟ على كل، يحق لي طرح الأسئلة، وقدمي ما تزال عند العتبات الأولى من تاريخ الشيخ عبد الله بن علي الخليلي، شاعر عمان الذي شرب الشعراء العمانيون من فيضه وتعلموا منه ترويض المفردات. لقد شغف عبد الله الخليلي بالشعر فصار تجسيدا له في صحوه ومنامه، وقد نما من بعد ذلك حبه لكتابة القصيدة وشغفه بها، فلا يستغرب أحد أن يراه يقوم فجأة عن الطعام، فلا شك أنه قام لكتابة أبيات خطرت لحظتها عليه، كما أن الشعر قد يأتيه وهو نائم فينهض من نومه ليبحث عن ورقة وقلم ليكتب ما تذكره، فكان يحرص قدر الإمكان على مصاحبة الورقة والقلم، فوحي الشعر قد يطرق بابه في أي لحظة، وقد طرق معظم أبواب الشعر القديمة منها والحديثة، ومن غزله المعروف بالرقة والرهافة والذوق الرفيع وحسن الخلق. ومما لا شك فيه أن الانتماء الوطني لدى الخليلي تعدى حدود وطنه الصغير عمان، وتعداها لما هو عربي وإنساني، فقد تناول قضايا الهم العربي، وأولها القضية الجرح النابض النازف الحي ألا وهي فلسطين، وتطرق إلى تفرقنا على عكس الخصوم فهم وحدة صماء كلما كانت الحرب. ما لي أرى العرب العرباء في هرج خلف الشقاق شتاتا في الإردات، كأنها تحت أحقاد علقن بها غيم عفا تحت هبات عقيمات. يا قوم حتى ما يهوى في الحضيض بكم رأي شتاتا لأعداء غير أشتات. وقد كتبت في الشاعر شهادات شتى ودراسات مختلفة، ونذكر منها مقالة للأستاذ سعيد الصقلاوي بعنوان الشيخ عبد الله الخليلي في عيون معاصري في جريدة الرؤية، قدم خلالها شهادات متنوعة لعدد من الأساتذة في تجربة الشاعر، ومن ضمنها هذا المقطع. الشيخ الشاعر بالرغم من ذيوع شهرته وبراعته وهمته العالية وفصاحة بيانه في شعره ونثره، إلا أن قسمات شخصيته قد ختمتها البيئة العمانية بخاتم البساطة والتواضع الجم، وأذكت فيها روح النوايا الصادقة التي تأخذ بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور. وقد تنبه إلى هذه الميزة في شخصيته الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، حيث وصفه بأنه من شيوخ شعراء عمان ومن أكبرهم قدرا، يذكر قارئه بشيوخ المحافظين في مصر والوطن العربي لسعة ميدانه وحضور جنانه، كما يضيف بأنه من جيل يدرك جيدا ذخائر التراث العربي حفظه وفقهه وتوفر عليه درسا ووعيا، كما له مئات الأشعار الموجهة إلى بلده الحبيب عمان أشار فيها إلى أفكاره البريئة من كل دم الداعية إلى نبذ الخصومات ورفض المذهبية والطائفية، مذكرا إلى أن هذا الشعب الطيب لا يقبل من يحمل سيفا أو يكون كالذئب يريد الانقضاض عليه. وقد وردت في مجلة نزوة سنة 2000 هذه الكلمة التي تنم عن الوفاء والإخلاص له، فقد كان أبا للمبدعين الحديثيين، منه استلهموا أجود الجمل وأبدعوا أجمل الصور، وبه استعانوا على حبك المعاني. خرج معظم شعراء عمان المعاصرين من تحت عبائه ونشأوا تحت ظلال قصائده، وتغذوا بلغته واقتاتوا من مفرداته، خصوصا أولئك الذين تعلقوا بأهداب القصيدة العمودية. يكاد الشاعر أن ينبذ التطرف في كل قصيد أو فقرة نثرية، فالتطرف أو التعصب أو التمذهب هم الداء الدفين الذي إن استفحل بجسم الأمة أتى عليه وفتك به، لهذا دأب شاعرنا الكبير على مقاومة هذه الظواهر المشينة آملا أن يقضي عليها، وهذا وطنه عمان سالما من هذه الأمراض الفتاكة. وقد أفلح الشاعر في محاربتها وبين لكل قارئ مدى خطورتها إن وقع الصمت عليها، هذا صوت الشاعر الحر، دعوا بينكم كيد التعصب إنه يغادر مخضر المعالم أغبرا، دعوا بينكم شر الجدال فإنه يخلف إيوان الصلاح مكسرا،
دعوا سيء الظن المشت وأخلصوا إلى الله يأتي الكون قصرا مسخرا، دعوا فاحش الإنكار فالدين واسع وعروته التوحيد حكما فلا مرا. يعتبر الشاعر الكبير عبد الله بن علي الخليلي شيخ القصيدة العمانية في النصف الثاني من القرن العشرين، فقد كان شعره ينم عن تمكن في سبك الألفاظ وتصوير المعاني، حتى إنه سمي بأمير البيان، وليس الشعر النتاج الأدبي الوحيد له، فقد كتب مقامات وقصص، وكما قال الأديب العماني أحمد الفلاحي فيها: لو ظهر أمثال هؤلاء في دمشق أو القاهرة أو بيروت لكانوا ملأوا الدنيا العربية، لكان الحيز الجغرافي العماني هو الذي دس هؤلاء من أن يعرفوا. مرض الشيخ عبد الله بن علي الخليلي عام 1982 بشلل الرعاش، أعقب ذلك حاله من العزلة عاشا خلال 18 عاما القادمة، إذ قل اختلاطه بالناس، وعلى الجانب الآخر زاد نتاجه الأدبي خلال هذه الفترة. وفي أواخر حياته اشتهر بالزهد في أشعاره، وقد شهد يوم 30 يوليو 2000 أفول نجمه بعد أن أسهم في إعادة الرونق الجميل للشعر العماني والعربي، وقد أسهم شعره في بناء عمان الحديثة، أحسن الله مثواه وأجازه عنا كل خير، فقد أخلص في صياغة رسالته الشعرية والإنسانية تلك هي الحياة. نسب الشاعر إلى عائلة عريقة تولت مناصب في الحكومات السابقة، بالإضافة إلى مكانته العلمية والأدبية، ونسبه من نسل الإمام الخليل بن عبد الله بن عمر بن محمد بن الإمام الخليل ابن العلامة شاذان بن الإمام السلط بن مالك بن بالعرب الخروصي، نسبة إلى خروص بن شاري بن اليحمد بن عبد الله. وعبد الله هو الحمى من سلالة نصر بن زهران بن كعب بن حارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدى. ينتمي الشيخ الشاعر عبد الله بن علي بن عبد الله بن سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح بن أحمد بن عامر الخليلي لسلالة عمانية عريقة عرفت بالعلم والأدب، لذا لقبه بعض الكتاب بعميد شجرة الأنساب الشعرية، فيمتد نسبه إلى إمام عمان الخليل بن شاذان، وقد سكن أجداده بهلا وإزكي فيما مضى، وذلك قبل أن ينتقلوا للإقامة في بوشر، فقد ولد في بوشر جده الثاني الشيخ سعيد بن خلفان الذي عرف بأنه شاعر ومحقق في المسائل وتأصيلها. سكن الشيخ سعيد بعدها سمائل حيث ولد فيها ابنه عبد الله، وقد كان هو الآخر شاعرا كبيرا له ديوان ضخم، وهو والد الإمام محمد والشيخ علي، وكان الأخير واليا على بوشر إلى حين وفاته وهو والد الشيخ الشاعر. وكما أسلفنا، ولد الشيخ عبد الله في حارة الإحباس من ولاية سمائل بالمنطقة الداخلية، ترعرع هناك في البيت المعروف ببيت السبحية، وقد بدأ تعليمه المبكر في سمائل حيث درس القرآن الكريم على يد الأستاذ زاهر بن مسعود الرحبي، وقد تنقل بين مسقط رأسه سمائل ومدينة نزوى العريقة لتلقي ما يخص الدين الإسلامي واللغة العربية، حتى إنه أكمل حفظ القرآن الكريم، وبجانب أنه استقى العلم من عمه الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، فقد جالس عددا كبيرا من جهابذة علماء عمان، ومنهم المشايخ خلفان بن جميل السيابي وحميد بن عبيد السليمي وحمدان بن يوسف اليوسفي، وقد جالس الشيخ سالم بن حمود السيابي وتتلمذ على يديه، وذلك بطلب من والده الشيخ علي بن عبد الله عام 1931، وقد شهد له فيما بعد فقال: إنه أخذ في مرافق شعره مأخذا لم يسبق إليه، ونهج منهجا لم يتقدم عليه. كان يحضر في سماء الجلسة يتداول فيها الجدل الأدبي، إضافة إلى المطارحات الشعرية التي كان يستهلها الشيخ علي بن منصور الشامسي بقصائد على اللحن السمو ألي المطرب، كما كان يحضرها أخوه الشيخ سعود بن علي في بعض الأحيان. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.